السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة حذف الحسابات الموجودة على الانستجرام والخروج منها كمان. يعني ازاي ان انا يبقى عندي مثلا تطبيق انستجرام زي التطبيق قدامنا اهو، افتحه بلاقي ان انا عليه اكتر من حساب موجودين. تمام، اكتر من حساب موجودين. لو نغطي هنا كده الاقي ان في حسابات تانية موجودة اهو، حساب وادي التاني. تمام، طيب ازاي ان انا اشيل الحسابات دي، اعملها عملية حذف من تطبيق الانستجرام بشكل نهائي؟ بروح على 3 شرط اللي فوق وبضغط على الاعدادات، ومنهم بروح على ومن الاعدادات بروح على الامان، ومن الامان بروح على معلومات تسجيل الدخول المحفوظة، معلومات تسجيل الدخول المحفوظة، ومنها لو هنا معمول ان هو اكتف، لو تسجيل الدخول المحفوظ معمول اكتف بنعمل له ازالة. تمام، بنعمل نضغط كده ونضغط ازالة. تمام، يبقى احنا كده خلاص شلنا التسجيلات المحفوظة على الجهاز. تمام، تاني خطوة بقى بعد كده بنرجع تسجيل الخروج نضغط عليه بضغط ليس الآن. انا كده خلاص عملت تسجيل الخروج من، هضغط ليس الآن اهو. هل تريد تسجيل الخروج من؟ ادي واحد وادي التاني، دول الاتنين الموجودين على الجهاز، هضغط تسجيل الخروج. وبكده انا خلاص خرجت من حسابات الانستجرام الموجودة على التطبيق على التليفون بتاعي، وكمان حذفتهم من على الجهاز زي ما بينا في الخطوة الاولى، ان احنا حذفنا البيانات المسجلة على تطبيق الانستجرام. التطبيق او الشرح كان سهل جدا جدا، اتمنى يكون الشرح واضح وسهل. لو في اي استفسار نشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمل له مشاركه. لو مش مشترك معنا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكونوا مشتركين معنا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.